واحد يا جماعة تزوج امرأة بعد موت زوجها وكانت حاملا لم تضع بعد، لم تضع بعد. خلي بالكم معايا جدا، الراجل ده عرف ان فلان مات وزوجته جميلة وخلاص الراجل مات بس هي حامل، وبعدين قام رايح عاقد عليها ومتزوج بيها وهي لسه في عدتها، لان معروف ان عدة الحامل لغاية ايه ما تضع، هي ما وضعتش ما في بطنه لا زالت في العدة. خلي بالكم معايا جدا، يبقى هنا الحكم ايه؟ طيب الحكم ايه في حالة ما يكونوا الاثنين عارفين ان اللي بيعملوه غلط؟ طيب الحكم ايه في حالة ما يكونوا الاثنين عارفين كانوا جهلة وما يعرفوش ان اللي بيعملوه غلط؟ الحكم ايه في حالة ما يكون الراجل عارف والست مش عارفة؟ الحكم ايه في حالة ما تكون الست عارفة والراجل جاهل مش عارف؟ لازما نبين الحكم الشرعي. بس قبل ما نبين الحكم الشرعي بندي يعني نبذة بسيطة كده، بنقول ايه يا جماعة؟ نكاح المرأة اثناء عدتها محرم بالاجماع، المرأة وهي في العدة محرم نكاحها بالاجماع، في اجماع. خلي بالكم معايا جدا الكلام ده غاية في الأهمية. شوف أنا ببطأ هنا وبعيد الكلمة مرة واثنين لأني أعلم تماما أن مثل هذه الفتاوى فتاوى تقيلة تحتاج تفصيل، ما بقيش أقول لك دلوقتي لا ده لا يجوز وكده، لا أنا بديك تأصيل وتنظير وتقعيد وتحرير وتفصيل. فأنا عايزك تركز معايا جدا، بيبقى بداية كده بنقول نكاح المرأة أثناء عدتها محرم بالإجماع، فلا يجوز نكاح المعتدة قبل انقضاء عدتها، ما يجوش نكاحها قبل انقضاء العدة. خلي بالك اتفقنا على دي. طيب احنا لما بنقول لا يجوز نكاح المعتدة قبل انقضاء عدتها بنقول طب دي امرأة حامل، طب عدتها بتنتهي امتى؟ شوف انا واخدك نقطة نقطة عشان تحصل علم. خلي بالك، المعلوم بداية ان عدة المرأة الحامل تمتد حتى تضع حملها، يعني المرأة دي جوزها مات، خلي بالك معايا جدا، أو المرأة دي في العدة عامة يعني، وبعدين المرأة دي لما كانت في العدة بنقول إن هي حامل، إمتى تنتهي عدتها؟ بوضع ما في بطنها، بوضع ما في بطنها، خلي بالك معايا جدا من هذا. طيب لما بنقول إن عدة الحامل تمتد حتى تضع حملها، ده باتفاق ولا مش باتفاق؟ باتفاق الفقهاء. يعني المسألة دي فيها إجماع ولا ما فيهاش إجماع؟ المسألة دي فيها إجماع، لأن دي باتفاق الفقهاء. خلي بالك، الدليل إيه من القرآن؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كما في سورة الطلاق الأربعة. خلي بالك، إذن يحرم على أي واحد نكاح المرأة دي اللي لسه في عدتها باتفاق الفقهاء. خلي بالكم اللي هي الحامل دي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الحديث الصحيح؟ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يسقي ماءه زرع غيره. الحديث فين؟ في سنن أبي داود. خلي بالكم، يعني المقصود ايه؟ المقصود بذلك اتيان الحبالة اللي المرأة الحبلى أو المرأة الحامل، إتيان الحبالة أو إتيان المرأة الحامل، لأن الحامل لا تنتهي عدتها إلا بوضع ما في بطنها، خلي بالكم، أو بوضع حملها. طيب إذا نكاح المرأة أثناء عدتها هنا بنقول أهو محرم بالإجماع، ومرام محرم يبقى النكاح هنا إيه؟ باطل. خلي بالك معايا جدا. طيب إيه اللي خلى النكاح ده باطل؟ ما هو عشان تقول لي النكاح ده باطل جيب لي بقى دليل. بقول لك لأن من شروط صحة الزواج بالمرأة خلو المرأة من الموانع. الموانع دي ايه؟ زي العدة وغيرها، زي العدة وغيرها، دي كلها موانع. يبقى هنا من شروط صحة الزواج خلو المرأة من الموانع كالعدة وغيرها. اذا فيه موانع ما يبقاش فيه هنا صحة زواج، ولذلك قالوا العلم قالوا هذا من الأنكحة الفاسدة. قال العلم قالوا في إيه؟ أو الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا هذا من الأنكحة الفاسدة، بل مجمع على فسادها، بل في إجماع
على فساد هذا النوع من الأنكاح. النوع ده من الزواج من النكاح ده مجمع على فساده. خلي بالكم معايا جدا. إذا هو نكاح باطل ما دام مجمع على فساده، إذا هذا النكاح إيه؟ باطل. طب ولما يبقى النكاح ده باطل يجب إيه؟ يجب فسخه. خلي بالكم قلنا مجمع على فساده ومحرم بالإجماع، إذا ده نكاح باطل، ولما النكاح يكون باطل وجب فسخه، مش كده بس، والتفريق بين الاثنين، والتفريق بين الاثنين. طيب بقى الاستمرار، بقى حكم الاستمرار على المعاشرة بين الاثنين استنادا لهذا العقد، بقى بنقول الاستمرار يعتبر استمرار في الزنا، يعتبر استمرارا في الزنا. يعني انت فهمته وفهمته وروح يا عم انت هتعمل فيها الشافعي، هتعمل فيها ابو حنيفه الى اخره، خلاص ده استمرار في الزنا، استمرار في الزنا. خلي بالكم معايا جدا، يترتب عليه ايه؟ انه بيجب به الحد، مش كده وبس، ده في مشكله نسب الابناء، مشكله نسب الابناء. يبقى نخلي بالنا جدا لما بنقول يجب به الحد، بس في نقطة مهمة جدا أنا بينتهى في البداية بتاع التصحيح المفهوم، اللي هي إيه؟ إذا علم الزوجان الحكم، إذا علم الزوجان الحكم، يعني الزوج عارف إن الحكم الشرعي هنا، وعارف إن الزواج باطل، وهي عارفة إن كده الزواج باطل، يبقى وجب الحد هنا. خلي بالكم. طيب في نقطة بقى، طب ما أنجبه منهم بعد علمه بالحكم؟ هو كان عالم بالحكم وبعدين جه ولد، في تم انجاب الولد ده، يبقى ايه؟ يقول لك ابن زنا. ده اقول طبعا الفقهاء قالوا ابن زنا، خلي بالكم هنا ابن زنا، لا نسب بينه وبينه، ما فيش نسب بينه وبين الراجل ده اللي اتجوز المراه في عدتها وكان عارف ان ده نكاح باطل بالاجماع، لا نسب بينه وبين هذا الولد اللي هو جاله دي منها، ولا ارث بينهما. خلي بالك من الاحكام دي. مرة ثانية، فما أنجبه منهم بعد علمه بالحكم فهو ابن زنا، لا نسب بينه وبينه ولا إرث بينهما. خلي بالك جدا لأن كلام الفقهاء ده دقيق. ليه؟ ده أحكام يا جماعة، أحكام. طيب وما أنجبه قبل معرفة الحكم بقى، ما كانش يعرف، ما كانش يعرف، فاكر إن ده حلال وإن ده يجوز وما يعرفش حاجة. طب الولد اللي جه ده يبقى ابنه. ليه؟ لأنه هنا ما بنقول إيه؟ معذور بجهله، إنما لك كان يعلم ولم يكن جاهلا. هنا ده جاهل وما يعرفش إن الزواج ده حرام ولا هو باطل ولا الزواج ده زواج فاسد، وأم متزوجها ظان إنه حلال إلى آخره، يبقى الولد اللي اتولد منها هو ابنه. خدت بالكم معايا جدا؟ لما أنجب منها الولد ابنه وينسب إليه ويتوارثان، ويتوارثان. قال ابن قدامة، أنا عايزك تركز معي جدا في كلام هذا الإمام الفقيه الكبير، قال ابن قدامة رحمه الله: إذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وتحريم النكاح، ده عارف وهي عارفة، وده عارف إن ما يجوزش النكاح في العدة وهي عارفة، وعارف إن النكاح كده باطل وهي عارفة، خلي بالكم معي جدا، ووطئها فهما زانيان، وجمعها فهما زانيان. خلي بالك معي جدا، مش كده بس، عليهما حد الزنا، ولا مهر لهما، ولا يلحقه النسب. هو كراجل إما ينجب منها بقى لا يلحقه النسب. خلي بالكم معايا جدا. طيب إن كانا جاهلين، هو جاهل ويا جاهل وما يعرفوش وظنين إن ده حلال وإن ده يجوز وما يعرفوش حاجة في الأحكام الفقهية، إن كانا جاهلين بالعدة، يعني بالعدة المرأة، أو كانا جاهلين بالتحريم، المهم فيه هنا جهل سواء بالعدة أو بالتحريم، خلي بالكم معايا جدا، يثبت النسب. لا يبقى الولد خلاص يثبت. ليه؟ لأن هذا معذور بجهله، هو معذور بجهله وهي معذورة بجهلها، يثبت النسب لهذا الرجل، مش كده وبس، وينتفي الحد، ويجب المهر، ويجب المهر. طيب إن هو بقى كان عارف وهي ما تعرفش، هو كان عارف إن ده محرم الزواج في العد، النكاح في العد، وإن ده نكاح فاسد، ده نكاح باطل، لكن هي المسكينة جاهلة ما تعرفش. خلي بالكم، إن علم هو دونها يبقى عليه الحد وعليه المهر ولا نسب له، الولد ما ينسبش له. خلي بالكم. طيب إن كانت هي اللي تعرف وهو اللي غلبان عبيط، كانت عارفة إن هي في عدتها وعارفة إنه ما يجوش وعارفة إن ده الزواج فاسد وعارفة إن ده نكاح باطل وكده إلى آخره، وراك غلبان مش عارف حاجة، خلي بالكم عاجد، يبقى هي بقى عليها الحد ولا مهر لها، ولا مهر لها، يبقى عليها حد، حد الزنا، وملهاش مهر. خلي بالكم معايا جدا،
والنسب لاحق به لأنه جاهل ما كانش يعرف، والنسب لاحق به لأن هذا نكاح متفق على بطلانه. خلي بالكم معايا جدا، أحيانا يا جماعة الأحكام الفقهية دي البعض يستصعبها ويقول لك يا عمي يا عم لا يعرف. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الحديث الصحيح؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا أخي أنت بتتفقه حتى لا تقع في الحرام، حتى لا تقع في الباطل، أنت أدنى الأمور ما بتعرف كده تاخد بالك وبتحذر غيرك. ليه؟ واحد يقول لك بقول لك إيه؟ والله يا فلانة يعني جوزها طلقها وكيت ويا في العدة دلوقتي أو جوزها مات ويا في العدة دلوقتي وعجبني قوي قوي بس هي حامل وأنا رايح أتجوزها. لما يكون ده جاهل بيسأل جاهل يروح يتوكل على الله هيضيعه. إنما لما تكون سمعت مني دلوقتي وعرفت الحكم الفقهي تقول لا خلي بالك المرأة في عدتها لا يجوز. ليه؟ لأن هنا ما ينفعش النكاح هنا يبقى باطل ومجمع على فساده، لأن المرأة لازالت في عدتها. الكلام ده يبقى بعد انقضاء العدة.